يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكي إذا احتيج إليه وزالت كراهته فهل يمنع منه؟ وهل في هذه الحالة يدخل مع 70,000؟ لا يمنع منه، إذا احتاج إليه لا يمنع منه، تزول الكراهة ويكون من 70,000، لأنه فعله عن حاجة ولا يرد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن إذا كان هناك علاج أحسن من الكي أو مثل الكي بديل يذهب إلى العلاج الذي ليس فيه كي. أما إذا توقف الأمر على الكي يكوى وتزول الكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.